انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة أم الحويطات الصحية التابعة لإدارة سفاجة بالبحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضم القافلة جميع التخصصات الطبية، وخلال اليوم الأول للقافلة تم توقيع الكشف وصرف العلاج لنحو 278 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء 57 فحصا معمليا و52 كشفا مبكرا عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. القوافل العلاجية النهاردة بتقدم خدمة متكاملة من كشف مجاني يشمل أكثر من خمس تخصصات، وصيدلية متكاملة فيها أكثر من 120 صنف، مع معمل يشمل كافة التحاليل، مع جهاز أشعة لعمل الأشعة اللازمة المطلوبة، وده لخدمة أهالينا في قرية أم الحويطات. بيتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالكامل مجانا. يمكن من الأهداف القوافل العلاجية هي خدمة المناطق النائية والمحرومة. جيت القافلة، جيت أكشف على الصدر الحمد لله، يعني القافلة الحمد لله تمام، ونشكر القائمين عليه.